خطفت لاعبات سودانيات الأضواء بعد أسابيع قليلة على انطلاق أول دوري لكرة القدم للسيدات في تاريخ السودان، ليس فقط بمهاراتهن الفنية العالية وإنما أيضا بجرأتهن على تحدي تقاليد المجتمع المحافظ الذي يعيش مرحلة انتقالية نحو حكم مدني. ويعد السودان رائدا في كرة القدم، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عام 1948، وشارك مع كل من مصر وأثيوبيا وجنوب إفريقيا في تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 1957. شعرت بالفرح وإنه السودان اتطور أخيراً، وإنه هي صارت مدنية أخيراً، يعني ممكن حقوق النساء تطلع في الجيل دي، يعني كان خبر حلو شيء. أنا شايفة والله تجربة ناجحة جداً، تجربة ممتازة يعني، وما فيها شيء يعني، كان طالما هي يعني ملتزمة بحدوديات أو كده فما أظن في شيء يعني بيمنع عنها كده. كل ما بديت من الصغير كل ما كان في نفس الوقت يحصل تطور، فحسا نحن فاتحين للمدارس وأقنعنا وزارة التربية والتعليم على أساس حنبدأ في المدارس، وكذلك قدمنا المشروع للفيفا، والفيفا حتساعدنا في العملية بتاع الدعم كرة القدم على أساس تكون في الصغار.